بعد سنوات عاشها السودانيون وسط دوامة من عدم الاستقرار، جاء عام 2023 حاملا معه أوزار حرب عبثية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا يعلم أحد متى أو كيف تنتهي. في نهاية عام 2022 وتحديدا في الخامس من ديسمبر، وقع الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة مع نائبه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحمتي وعدد من القادة المدنيين اتفاقا إطاريا لإنهاء الأزمة السياسية وتمهيد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية. كان من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي في الأول من إبريل 2023، إلا أن التوقيع لم يرى النور وتأجل مرتين وسط خلافات حادة حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني. سرعان ما تحولت هذه الخلافات إلى توتر متصاعد بين البرهان وحمتي، ليتحول صباح يوم السبت 15 من إبريل إلى مواجهات عنيفة دامية لم تهز السودان فحسب بل المنطقة برمتها، حيث دخل الجيش في مواجهة مع قوات الدعم السريع والتي كانت حتى شهور قليلة أحد إن لم تكن أهم مكوناته الرئيسية. المواجهات تركزت في العاصمة السودانية بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان والمناطق القريبة منها ومدن أخرى مثل مدينة الأبيض الواقعة وسط ولاية شمال كردفان ومدينة الجنينة غرب إقليم دارفور. وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، أدى النزاع العسكري حتى الآن إلى سقوط أكثر من 10,000 شخص وتشريد نحو 8 ملايين إلى مناطق داخل وخارج البلاد، فيما استمر توقف أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي، واتسعت رقعة الجوع لتطال أكثر من 24 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة. طبقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 317 ألف لاجئ اضطروا للفرار إلى مصر منذ اندلاع النزاع، وذلك عبر معبري قسطل وأرقين البريين. وزارة الصحة المصرية كانت حاضرة في معبري قسطل وأرقين لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان والأشقاء السودانيين وجميع النازحين من كافة الجنسيات، حيث تمركزت 5 سيارات إسعاف في أرقين ومثلها في قسطل، فضلا عن زيادة عدد العيادات المتنقلة في منافذ الوصول من 5 إلى 10 عيادات. سياسيا، شهد 11 مايو إعلان جدة الإنساني الذي وقعته القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن تجديد الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح. في 13 يوليو استضافت مصر قمة دول الجوار التي وضعت مسارا شموليا للأزمة يتضمن وقف إطلاق النار وتيسير الجهود الإنسانية وإقامة حوار شامل بين الأطراف السودانية. الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا خلال القمة إلى تشكيل آلية لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. أما في 7 أغسطس وفي إطار مبادرة دول جوار السودان بقيادة مصر، عقد الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول الجوار في عاصمة تشاد أنجامينا. 26 أكتوبر شهد استئناف مفاوضات السلام في مدينة جدة، إلا أن وتيرة القتال اتسعت بشكل ملحوظ خصوصا في إقليم دارفور غربي البلاد وفي أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم. ومع احتدام القتال وتزايد القصف الجوي والأرضي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، شهدت مدن العاصمة الثلاث المزيد من موجات النزوح لتتحول أجزاء كبيرة من تلك المدن إلى مناطق شبه خالية تماما من السكان. هذا وتتزايد الأوضاع الصحية سوءا في ظل خروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الأدوية، فضلا عن انتشار الأمراض المعدية في عدد من أقاليم البلاد.
اقتصاديا، توقع البنك الدولي انكماش نمو البلاد إلى سالب 12% خلال 2023 بسبب تداعيات الحرب التي أدت إلى توقف عجلة الإنتاج في معظم المناطق والهبوط الحاد في قيمة الجنيه السوداني الذي يتداول حاليا بأكثر من 1000 جنيه في السوق الموازية مقارنة مع نحو 600 جنيه قبل الحرب. ومع طول أمد الحرب يتخوف السودانيون من تشكل واقع جديد تصعب السيطرة عليه، مطالبين بحلول واقعية للأزمة تمنع تمددها. ليبقى السؤال، متى تنتهي هذه الحرب؟ بل متى يعود الأمن والأمان إلى السودان لينعم أهله مجددا بالاستقرار الذي طالما اشتاقوا إليه بعد سنوات من الصراع؟